لو حد بيدور على ماسكة تطول وتكثف الرموش وتديله الفيك لاشز افكت ده، فهو ده الحل يا جماعه. هلو هلو هلو، ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. الواحد مش عارف امتى رمضان خلص، ولكن ما ينفعش ان احنا ندخل على العيد من غير ميك اب العيد وتجهيزات العيد ودلع العيد. فالنهارده جايه لكم بفيديو ميك اب من قلبكم يحبوا، فيديو ميك اب من الالف للياء، في كل المنتجات اللي انا بحبها اخر فتره. طب انا هوريكم تكنيك الميك اب بتاعي. كتير منكم في اخر فيديوهات قال لي يسرى عامله الميك اب ازاي، غيرتي ايه في الميك اب، لان غيرت حاجات كتير جدا. فبحب كده كل فتره ان انا اجي اعمل لكم كده زي ابديت للميك اب روتين بتاعي، واكتر حاجه تحديدا بتسال عليها وهي العيون، فهنركز عليها قوي 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 النهارده. انا بتكلم كتير في البدايه عشان اعرفكم هيحصل ايه، لان من الاخر فيديو النهارده عباره عن مكياج من هنا لبكره الصبح. هاتوا حاجه تشربوها تتسلوا معايا ونتوانس كده مع بعض قبل دخله العيد. فاعملوا لايك لو انتوا كده بتحبوا الفيديوهات دي والونس الحلو ده، تضغطوا لايك الفيديو ده، اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا على مكياج النهارده اللي هيكون مختلف شويه. يا جماعه انا اخر فتره اللي متابعني عارف انها تقريبا كل الميك اب بقيت بستخدمه هو من شي جلام، فكل المنتجات اللي هستخدمها النهارده من شي جلام، علشان اي بنت تقدر تعمل الميك اب لوك ده، خصوصا كمان ان هم عاملين سيلز وخصومات خطيره كانت بمناسبه رمضان. هحاول كمان نسيب لكم لينك اغلبيه المنتجات اللي استخدمتها تحت في صندوق الوصف عشان توصلوا لها بكل سهوله. نيجي للبرايمر الاول وتجهيز البشره، وطبعا ما اقدرش اعيش من غير البرايمر بتاعهم، شي جلام بيرث داي سكن برايمر. البرايمر ده يا جماعه خطير خطير حرفيا، وصلنا تقريبا مخلصه نصه اصلا، بجد تحفه. فعلا بيقلل جدا من منظر المسام، وبينعم البشره جدا انها تكون جاهزه للميك اب او للفاونديشن. والنهارده عايزه اجرب الصراحه المنتج ده، جديد اول مره هجربه، بس شفت عنه كميه ريفيوز خطيره، وهو الشي جلام جود جريب هايدريتنج برايمر. وزي ما انتم بتشوفوا دايما انا بحب الميك اب بتاعي يكون جلوي وفي كده ضي صحي، فعشان كده اتحمست جدا للميك اب ده، لان هو المفروض ان هو بيدي هايدريشن ونضاره كده للبشره خطيره. بيقول ان هو ستيكي، يعني بيخلي الفاونديشن يلزق فيه لحد ما نقول يا بس. شكله بصراحه شكل، طبعا الباكج بتاع شي جلام ولا مره خذلني. ايوه هو ده التكتشر اللي انا كنت مستنياه بصراحه، زي كده الملمس بتاعه هو صاو كويس جدا. طبعا انا استنيت مثلا دقيقتين او حاجه ان البرايمر الاولاني اللي انا حطيته يملت كده في المسام، وان هو زي ملاها. هو ليه ريحه شويه، ويا جماعه بصوا اوكي هو فعلا بيلزق. استنى انا شفت فيديوز كده بيعملوا حركه انهم بيمسكوا حاجه ويلزقوها على وشهم ويشوفوا هتلزق ولا لا. تعالوا نجرب كده نشوف الكرتونه بتاعته مثلا هتلزق. اوه حاسه فعلا ان هو زي الريفيوز اللي انا شفتها عنه والفيديو اللي شفتها عنه، حاسه فعلا ان هو ممكن احبه جدا الفتره الجايه. دلوقتي هندخل على الكونسيلر، ويا جماعه انتوا شفتوا في فيديو هسيب لكم اللينك بتاعه تحت، كنت جربت فيه كل الكونسيلرز بتاعت شي جلام. اكتر الكونسيلرز اللي كنت حبيتها هو الكومبلكشن بوست كونسيلر ده، ولكن لو تفتكروا في الفيديو ده الدرجه اللي انا كنت جايباها ما كانتش مظبوطه عليا، كنت جايبه واحده فاتحه قوي وواحده غامقه قوي. جبت بقى الدرجات المظبوطه، وهي درجه جولدن ودرجه ساند. من كتر ما الكونسيلر ده حرفيا كانت الفورمولا بتاعته عجباني بشكل خطير، ثيك وتقيله كده وكريمي في نفس الوقت، وبتبلند بشكل حلو وبتدي جلو للبشره، مش الكونسيلرز بقى اللي تقعد تشقق كده وتحسوا ان انتوا ايه وشكم مجير، لو فاهمين قصدي، فبيدي نضاره حلوه قوي. فانا ليه جبت درجتين؟ لان انا ليتلي روتين الكونسيلر بتاعي هوريكم دلوقتي بحب اعمل ايه. ساند افتح مني حاجه بسيطه، وجولدن يعني ايه لوني. خد اول حاجه اللي هي الفتحه، بصوا الكونسيلر ده بتلفوه كده من تحت بيطلع كده من فوق، وبحب ان انا احطه في الاطراف كده. جربوا الطريقه دي يا جماعه وعمركم ما هتشوفوا اي هالات تحت عينيكم. وكمان بحب اخد الكونسيلر كده تحت الحاجب، ممكن هنا كده حاجه بسيطه منه، وانا لان عندي شويه تصبغات، بس طبعا لو حاسين الفتره دي ان بشرتي محسنيه شويه او ان هي بقت افضل، فده لاني غيرت روتين بشرتي بالكامل. لو حابين ان انا ابقى اعمل لكم عنه فيديو او ابديت قولوا لي، بس تابعوني على الانستجرام لان هتلاقوا كل حاجه كنت منزلها لكم هناك. وبعد كده طبعا باخد بقى الايه
اللي هي الجولدن. الجولدن اللي هي ايه، درجتي او اغمق حاجه بسيط، وبحب احطها في النص هنا. شايفين فرق الدرجتين جنب بعض؟ بحس ان الطريقه دي بتكنسل اي هالات او اي تجويف ممكن يكون موجود في العين. الصوت ده، وهزود حاجة بسيطة هنا معاك كنوع من انواع الكولر كوركشن كده للمنطقة الغامقة دي وبس. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل الكونسيلر كله بلند كده كويس. اجي هنا كده وابتدي اني ادمج الشيدز كده مع بعض، فبيبقى ايه، في زي تناغم كده ما بين الدرجات تحت العين، ما بتحسوش بقى فرق الدرجتين اللي انا كنت حطاهم دول، بحس ان هما دخلوا مع بعض كويس. واطراف الكونسيلر بسحبها كده على بقيه الوش. صدقتوني بقى لما قلت لكم ان الفاونديشن ده فول كوفر، وفي نفس الوقت تحس ان بشرتي فيها جلو كده، انها ما بقتش عباره عن تورته، لو فاهمين قصدي. فبصراحه دي اكتر حاجه بحبها جدا في الفاونديشن، في الكونسيلر ده. الكونسيلر ده خطير. وبعد ما خلصنا الكونسيلر ندخل على اهم خطوه في الميك اب عندي، وهي البلاشر. انا بعشق الكريمي بلاشر بتاعت شي جلام قد ايه، خصوصا الدرجتين دول. يعني بصوا انا اصلا مبهدلاهم قد ايه من كتر بجد ما بستخدمه تقريبا كل يوم، وهي درجه اون بوينت ودرجه باتل توب. بحب جدا ان انا استخدمهم مع بعض، يعني من كتر اصلا ما انا خايفه ان هم يخلصوا اوريدي، انا عندي ريستوك ليهم متشال كده، علشان ايه، ما ينفعش بجد ان انا اعيش حياتي من غيرهم. الدرجتين دول بيليقوا على كل السكين تونز، وبيدوا كده للبشر كده كيوتنس خطيره. بصوا هتشوفوا ده دلوقتي. بس بحب كمان بقى ان انا استخدم معاهم ليكويد هايلايتر. انا متعوده ان انا استخدمها هي درجه توباز الليكويد هايلايتر بتاعهم، ولكن انا جبت درجه جديده الصراحه النهارده، حابه ان انا اجربها لان برضو حسيتها حلوه قوي، وهي درجه فانيلا فروست. فخلونا نجربها معاهم كده وهوريكم بقى ازاي بحطهم مع بعض، وهتشوفوا دلوقتي ازاي الخدود بتاعتي بتتحول، وبيجي بقى الجلو الخطير اللي انتم بتسالوني عليه حرفيا في كل فيديو لازم بشوف كومنت. يسرى، ايه نوع البلاشر اللي انت حطاه، او ازاي بشرتك فيها الجلو ده؟ ركزوا لي بقى. اول حاجه باخد اون بوينت اللي هي درجه كده على بينك صريح، يعني بامبا بامبا، وبحب ان انا احطها كده ايه، البلاشر بحب ان انا احطه فوق كده. وبعد كده باخد باتل توك وهي على روز فاتح كده شويه، وبحطها من قدامه كده لو شايفين. دي بقى يا جماعه اللي بتدي الجلو اللي كلكم بتسالوني عنه. معلش ان انا ببص هنا بس عشان المرايه دي، اللي هي الفانيلا. بجربها او بستخدمها وهي درجه توباز. التوباز تحسوها على بيج اكتر شويه، ودي على صدفي شويه. دي بقى باخد الهايلايتر كده وبحطه نقطه كده منه كده من فوق من هنا، ونقطه منه هنا كده من فوق. باخد اخر حاجه وهو الكونتور منهم، وهو درجه سوفت تان، وبقوم حاطاه من تحتيهم كده شايفين. وهنا نفس الموضوع. ودي يا جماعة خريطة خدودي اخر قطعة. طبعا فرشة البلاشر بتاعتهم ما اقدرش استغنى عنها، دي احلى فرشة حرفيا لدمج اي كريم بلاشر. وببتدي ان انا من قدام كده وبرجع على ورا شايفين كده، كلهم بقى بيدخلوا مع بعض كده بيدوا جلو كده خطير للسكن. وبعد كده اخر حاجة بدخل عليها وهو الكونتور اللي حطيته تحت كده، وبحب ان انا اقوم سحباه كده على جنب الحاجة. بصوا تحسوا بقى ان انتم مش فاهمين ايه اللي حصل في الخد ده، بس بقى مرسوم حلو وفي نضارة، والخد اترفع على فوق من غير ما تشوفوا اي خطوط. في نفس الوقت كل حاجة جلوي كده مع بعض وداخلة مع بعض، مفيش بقى فواصل ما بينهم. بجد يا جماعة الكريم بلاشرز بتاعتهم دي احلى حاجة انا جربتها في حياتي تقريبا من فترة. بعد كده بسحب المتبقي هنا كده على الانف، فكمان بيدي جلو كده للانف حلو قوي. وده يا جماعة سر الجلو الخطير اللي دايما تسألوني عليه في الفيديوز، حطيه على خدودي، هو الكومبو اللي لا يقدر بثمن ده. وللتثبيت انا الصراحة بعشق التو باودرز دول، وهما الانستا ريدي دي الدرجة اللي هي توستد ألمن، دي درجتي. ولما بحب ان الميك اب يكون رايح ناحية البينك اكتر شوية بستخدم اللي هي البابل جام. ففي هتلاقوا كمان في درجات تانية كتير قوي، فالنهاردة حاسة انه ممكن نبقى كيوت شوية وندخل على البينك اندر تون، فعشان كده هستخدم البابل جام سبونج، وببتدي ان انا ايه ابيك المنطقة اللي تحت العين دي. بس لو تاخدوا بالكم مش هاجي بقى بأي باودر ناحية الكريم برودكتس اللي انا حطيتها دي،
وهتلاقوها ثابته معاكم طول اليوم، ما تقلقوش. سيلر بصراحه يا جماعه ولا غلطه، تحسوا ان وشي نازل له فلتر بتاعت المنطقه بتاعت الخطوط اللي هنا، وبحب ان انا اعمل الحركه دي. ليه بعمل كده؟ علشان ما ثبتش والخط مكسور، اللي هو السمايل لاينز، فاهمين قصدي؟ استخدم الشي جلام ستيريو فيس 6 باليت، وانا اوريدي كنت مستخدمه من عندهم قبل كده، اللي هي الميستيك كونتورينج باليت، وقد ايه قد ايه كنت بحبها، ولكن الشيدز بتاعتها فاتحه شويه عليا، مش كل الشيدز بقدر ان انا استخدمها. فدي الشيدز بتاعتها المفروض ان هي تكون على وارم تون اكتر، فعشان كده صح اتحمست لها. صح اللون ده احلى بكتير كباكجينج، بسم الله. خطيره يا جماعه. اوكي، لا متاكده ان الشيدز دي هتكون اظبط شويه على التون بتاعتي. برضو نفس الفكره، انها بتيجي 3 شيدز فاتحه للوش، و 2 شيدز للبرونزر، وواحده للكونتورنج. الشيدز بتوعه البرونزر كده عشان ندي بقى دفع شويه للوش بعد ما خدنا منه كل الالوان اللي فيه، وهمشيهم كده على محيط الوش كده. شايفين؟ وببتدي ان انا امشيها كده بفرشة مشطوفة كده شوية على جناب الانف، شايفين كده؟ وبعد كده باجي من تحت بحدد الارنبة، علشان انا عندي الحتة دي عريضة شوية، واعمل بلند كويس. وبعد كده باجي كده بصبعي، واتاكد ان كل حاجه ايه داخله مع بعضها حلو جدا، ودي اهم حاجه يا جماعه. بقى اما خلصنا السكن بتاعنا وبقينا فرحانين بيه، يجي الاهم، منتج انا بحبه وما اقدرش استغنى عنه، دي تقريبا سادس علبه اشتريها يا جماعه، وهو قلم الحواجب. اوريدي انا عندي واحد لسه فاتحاه من حوالي اسبوع، فده اللي هنستخدمه النهارده، ولكن لازم طبعا يكون عندي باك اب. عايزه اقول لكم ان انا مش عارفه دي العلبه الكام، بس هي كتير قوي، ودي الدرجه اللي انا دايما بستخدمها درجه شوكليت. اي حد بيبقى حواجبه بالمنظر ده وعايز يخلي حواجبه شكلها تقيل وفلافي وناتشرال وجميله وشعريه شعريه بمنتج واحد وسعره بجد افوردبل جدا جدا جدا، حدود تقريبا 160 او 170 جنيه، بجد هو ده المنتج اللي انت لازم تجيبه. المنتج ده كلمتكم عنه كتير قد ايه هو خطير، من ناحيه كده قلم وبريسايزد قوي، شايفين يا جماعه حجمه قد ايه، ومن الناحيه التانيه زي قلم فلوماستر كده. فهبتدي دلوقتي كده احدد الحاجب من تحت بالجزء اللي هو زي القلم، وبحدد الشيب اللي انا عايزه الحاجب يكون عليه، وبطوله كده شويه، بملاه كده شويه في الاماكن الفاضيه، وبرده بشكل خفيف كده. وباجي بقى من الناحيه التانيه اللي هي ناحيه القلم دي او الفلوماستر، وباجي كده ايه بحدد شعريه شعريه، خصوصا في الجزء اللي هو في المقدمه ده. وكده كمان رسمت الشعر شعر في الحاجب التاني. يا جماعه انا فجاه بيبقى عندي حواجب من غير ما اعرف هي جت منين، فبجد المنتج ده انا متاكده لو انتم جربتوه انتوا هتدمنوه. في منه اعتقد 4 درجات، درجتي دي اللي انا مستخدماها درجه شوكليت، يعني انا مش هتكلم. يلا بينا بقى على مكياج العيون، علشان العيد يا جماعه يعني ميك اب ناعم، وفي نفس الوقت كده فيه شويه سباركلز وشويه حاجات بتلمع، خلونا نشوف هنعمل ايه مع بعض. الباليت اللي انا هستخدمها النهارده اسمها وين ان روم باليت، ودي الباليت اللي انا بستخدمها تقريبا اخر شهر، مش بستغنى عنها حرفيا. ليه بقى؟ فيها كل الدرجات حرفيا اللي مفيش حد ما بيختلفش عليها. فاخر فيديو تقريبا او اللي قبل الاخير كنت عامله لكم اللوك اللي هو على جراي كده شويه، كنت مستخدمه الدرجات اللي هنا دي مع دي، وكمان في فيديو تاني انا فاكره كنت حاطه فيه ميك اب على شامبين شويه، كنت مستخدمه الدرجات اللي هنا دي. ف تقدر تطلع بنيات، جريات، شامبينز، كل حاجه حرفيا، ومات وشيمر، وطبعا شادواتشي جلام، انتوا عارفين انا قد ايه قد ايه قد ايه بحبها، استثمار رائع للفلوس لانها افوردبل جدا، والبيجمنتيشن والبلندنج بتاعها بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها في حياتي. هاخد الجزء اللي هنا ده كده الكشمير، نفضل فيه شويه، فهاخد الشيد اللي هنا دي درجه تريفي فاون بلندنج براش، وهبتدي ان انا اسحبها في الكريس، وهحطها في الجفن من بره، وباخدها كده على صبعي على الجفن من قدام. بصوا يا جماعه خطيره حرفيا حرفيا، البيجمنتيشن
تحفة، سواء كانت الشمر او المات. ودي حاجة بحسها اصلا صعبة شوية في الباليت، ان الباليت اللي بيكون فيها المات كولرز حلوة بتكون الشمر على قدها والعكس صحيح. بصوا بقى يا جماعة، شوية الجليترز الخطيرين اللي انا جايباهم بمناسبة العيد دول. وش ليكويد اي شادو تريو، ودي زي شادوات كده جليتري 3 درجات مع بعض. ده الجوكر، ده اسمه انستا بارتي جليتر لاينر. بصوا الحلاوة، بصوا يا جماعة، يعني بارتي بارتي ما بتهزر. في درجة على ذهبي صرف، في درجة على اوكسيدي كده، وفي درجة كده على ما تفهموش ده فضي ولا صدى فيه ولا ايه. فحاسة ان الدرجة دي فعلا تليق جدا 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 مع اللوك بتاعنا. انا ممكن استخدم الاتنين دول هنا زي بتاعة الجلاس كده، علشان ده زي اي شادو بتحطوه على الجفن، ودي بتيجي زي اي لاينر كده. بحاسة ان دي تبقى حلوة جدا جدا للور لاش. بصوا خطير، بصوا يا جماعة، يا لهو يا جماعة على الحلاوة. وهوزعه كده، بصوا خطير. حاجة تانية كمان، حبيت ان الكمية قليلة بتروح في كل حتة حرفيا. حطه بقى في ايه، عند مدمع العين كده من قدام. يا لهو يا جماعة على الحلاوة، بصوا خطير. وبرده من الحاجات اللي لازم يكون ليها باك اب عندي، وهو القلم ده يا جماعه، وكنت نزلت لكم عنه فيديو على الانستجرام قد ايه هو خطير. ده بتستخدموه انكم تعملوا اناره للانر كورنر تحت الحاجب، وانا كمان بصراحه بحب جدا ان انا استخدمه جوه العين علشان اوسع بيها مدمع العين من هنا كده، او الووتر لاين، لانه كريمي جدا جدا، فبحب ان انا احطه كده على الكوارتر الاخير. بصوا بقى الهاك التحفة دي، باخد الجزء البنسل من القلم بتاع الحواجب، وبحب جدا ارسم بيه مدمع العين. ليه مش بترسميه باي لاينر؟ علشان ده بيكون لونه بني كده زي ما انتم شايفين، فما بتحسوش ان مدمع العين صارخ قوي، بتحس شكله طبيعي. نيجي بقى للماسكرا، ودي من احلى الحاجات اللي انا بحبها عندهم، وهي الماسكرا دي من شي جلام. فيها ناحيتين، فباخد الاول الناحية دي كده، وابتدي ان انا اوزعها على العين هي اللي بتكثف، وادي كثافة للرموش، وارجع اعيد ده تاني مرة كمان، وبجد رموشي بتبقى في حتة تانية حرفيا. لو حد بيدور على ماسكرا افوردبل وتطول وتكثف الرموش وتديله الفيك لاشز افكت، ده الماسكرا دي من شي جلام، مش هتندموا عنها ابدا. دايما بتسالوني عن الرموش اخر فتره اللي انا بستخدمها، الهاك الخطيره دي. اي رمش عندكم باخد التلت بتاعه بسحب، يعني هي دي الكميه بس اللي انا باخدها، واحط عليه اللزق، وباخده على اخر تلت كده من العين بس كده، بتاكد ان هو ثابت كويس، وبعد كده باجي بقوم ضغطاهم مع بعض، وده اللي بيعمل السحبة الخطيرة اللي شفتوها اخر فترة في الميك اب بتاعي. ودايما بيسألوني ايه نوع اللاشز اللي انا حطاها، اي رموش عندكم باخد التلت بقى، واي حد كمان عارف يركبها لانها سهلة جدا، وفي نفس الوقت بتسحب العين، ومش بتحسوا ان في بقى رفارف فوق عينيكم كده، لا تحسوا الموضوع خفيف، تقدروا تقعدوا بيها حرفيا طول اليوم. ميك اب العين بحب صح ان انا انور تحت العين قوي، فياخد الدرجة دي، وباجي كده من جنب الانف علشان ايه برضو احددها شوية، واجي اسحب كده على بره. ما بين الجزء ده والجزء ده بتحسوا كده ان الميك اب انضف ومنور اكتر ومسحوب بشكل واضح. وبعد ما خلصنا كل ده نيجي دلوقتي للشفايف، ودي من اكتر الحاجات اللي دايما بتسال عنها خصوصا على الانستجرام، ايه الليب كومبو اللي انا بستخدمه الفتره دي. انا يا جماعه بستخدم محددات شي كلام، ما بقتش بستغنى عنها، لان كتر ما هي ناعمه وطريه، وكمان فيها الوان خطيره، والمحدد من تحت من هنا بيبقى فيه البرايه بتاعته. ففي ست كده انا كنت جايباها فيها 3 درجات، هما دول انا بستخدمهم الفترة دي على بنيات، فياخد كده محدد درجته كده على بني، وهبتدي ان انا احدد بيه الشفايف. طبعا انتوا شايفين هو ناعم قد ايه. احلى حاجة بقى عندهم كمان الدرجات الحلوة اللي انتوا مش بتلاقوها في براندز كتيرة، وطبعا طبعا طبعا ارواش شي جلام. من ساعة يا جماعة كوليكشن الفالنتاين وانا اكتشفت حبي ليه، النهاردة الدرجة اللي هستخدمها اسمها هاي كي، وهي درجة على بني كده على كشمير، درجة خطيرة من الاخر. شايفين يا جماعة مع المحدد شغل عالي،
وش كل شوية هتلاقوه بيقلب يبقى مات لحد ما بيبقى totally مات. بجد خطير. بحب جدا المات لبستكس بتاعتهم بجد، ما شفتش زيها في اي حتة. بس بتبيض السنان الشيدز، اغلبيه الشيدز بتاعتهم فعلا اندر تون بتاعتها تحفه، وفعلا بتليق عليا قوي. و ولا غلطه حرفيا. وبكده نكون خلصنا ميك اب لوك النهارده للعيد. يا رب يكون عجبكم. هستنى رايكم تحت في الكومنتس، وايه اكتر منتجات انتم بتحبوها. بس حرفيا اللوك او التريكس والهاكس اللي بحب اعملها في ميك اب بتاعي اخر فتره، والمنتجات اللي بحبها شفتوا اخر فتره كلكم فعلا سالتوني عنه. فهستنى رايكم تحت في الكومنت. ولو حبيتوا فيديو الميك ابس الطويله، حابين ان احنا كل فتره كده نعمل فيديو كده نقعد ندردش فيه مع بعض، نحط ميك اب نتونس ببعض، يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. ولحد الفيديو الجاي هتوحشوني جدا. عيد سعيد عليكم يا رب انتم وكل الناس اللي بتحبوهم. وكالعادة شكرا جدا جدا ليكم، لكم هنا.